السلام عليكم. طيب باش نحكيو على هذه كما نعرف الناس الكل اللي هي خريطة تونس. أنا جيت مرة لوش هكي لاحظت حاجة بقيت مستغرب فيها اللي هي هالبوان كحلة هذي اللي كنشوفها هكاية. نزيد نحطها هكا أقرب. هذه توا عنا 2 كيلومتر على سطح الأرض. نعود نرجع التالي باش نركزوا معها أكثر. شوفوا لي البوان نوار هذي، هاي مازالت موجودة برابو لمدينة كبيرة، معناها بحيرة كبيرة ياسر. شوفوا شنو هال الحاجة الكحلة هذه اللي عنا في تونس. نحن توا على بعد 100 متر من البلاصة هذي. هذي 100 متر، 100 متر فوق سطح الأرض. نعود نرجع شوية لتالي كما نشوفو لهنا، توا 200 عنا، توا هكايا 500، توا على بعد 500 متر على سطح الأرض نشوفو البلاصة هذي. يقول القايل على بعد 500 متر من سطح الأرض وتجي الطول متاعها هكايا، معناها الطول متاعها أكثر من كيلومتر ويفوت الكيلومتر. هذه الحدود مع الجزائر، معناها البارتي هذه تبع تراب تونس. هاي في وسط الصحراء. هذه يا خويا البترول اللي عنا في تونس. نحنا في تونس عنا بترول خارج على برا من سطح الأرض، معناها مش يلزمو تنقيب وشركات استخراج واحد، لا بترول خارج على برا تجيها الشركات هذيا تلمو وتخرجوا من تونس، وانتي يا شعب تونس اضرب النوم. نحب نوريه على الطول متاع البارتي هذية وطول المطار هذا اللي عاملينه لهنا، اللي هو ها هو طول المطار. وهذايا البركة متاع النفط اللي دايرة لهنا. هذه قناة معدين فيها البترول. تخرج من هنا. هذه كلها قنوات متاع بترول. نشوفهم اللي هو كلهم مربوطين بالبركة ذوما. الخارج هذايا نعم.
شوف مش عندنا في تونس. شوف القنوات هذوما اللي يتعداو، هكا يقولك تونس فقيرة وما عندهاش فلوس وشركة البترول تنهب فينا جهر بهار. السلام عليكم، إلى ملتقانا في بير آخر متاع بترول. وعلى فكرة